للإفريقية. صباح شعري خالص ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان واكشوط للشعر العربي في دورته السابعة بمقر بيت الشعر. تعاقب الشعراء على المنصة لتشنيف أسماع الحاضرين بأصبحات شعرية جميلة. قدمت تجارب شعرية مختلفة، سواء من ناحية المجايلة العمرية، سواء من ناحية التجارب الكتابية أو التجارب الشعرية، وسواء من خلال الدول أيضا، شعراء من موريتانيا وشاعر من السنغال. هذه الأمسية الأولى أو الأسبوحة الأولى من أسبوحات من أصابيح مهرجان ستتلوها عدة نشاطات أخرى، سواء شعرية أو نقدية أو توقيع دواوين إن شاء الله. لقاءات شعرية تناولت المديح النبوي وقضايا الأمة، تدفقت شلالا شعريا طربت له الأسماع وطابت به النفوس، تبارى فيه شعراء وحدتهم لغة الضاد رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم. مشاركتي في هذا المهرجان بالنسبة إلي انطلاقة جديدة وانفتاح على عالم شعري هائل جدا، وقد فوجئت. كنت أحب موريتانيا وكنت أعلم أني أحبها، وبعد زيارة هذه لموريتانيا أنا متأكد الآن أنني أحببت موريتانيا بدرجة أكثر. وخلال هذا اليوم سيتم تقديم دواوين شعرية جديدة ليختتم بأمسية شعرية يشارك فيها عدد من الشعراء والناقدين جمعوا بين الخبرة والعطاء الوفير.